السلام عليكم. احنا اليوم رح ندرس مع بعض الـ experiment number 4. في التجربة رقم 4 فعليا الهدف الأساسي منها ندرس تأثير two factors, two important factors on the rate constant أو on the rate of the reaction. بمعنى آخر احنا لما حكينا في البداية قلنا انه احنا الـ rate of the reaction بتعتمد على الـ concentration, بتعتمد على الـ temperature, وبتعتمد كمان على الـ surface area, وبتعتمد على nature of the material. اليوم راح ندرس مع بعض two factors اللي هم فعليا الـ concentration, ماشي, الـ concentration والـ temperature. والتجربة تبعتنا نوعا ما بسيطة. في البداية خلينا نشوف مع بعض الهدف زي ما حكينا. الهدف الأساسي الكينيتك ستدي اوف ذا رياكشن بتوين صوديوم ثاي سلفيت والسلفريك أسيد. الهدف الثاني اللي هو ستدي ذا افكت اوف ذا تمبريتشر اند كونسنتريشن. وطبعا بعد ما نحسب نشوف تأثير التمبريتشر راح نحسب مع بعض الاكتيفيشن انرجي. طريقة حساب الاكتيفيشن انرجي هي اللي احنا تعلمناها في الانترودكشن, ومع هيك راح نمر عليها كمان مرة سريعا. التفاعل تبعنا اللي راح ندرسه هو عبارة عن تفاعل ما بين الصوديوم ثيوسلفيت, زي ما احنا شايفين هنا عندي هنا الصوديوم ثيوسلفيت, تمام, صوديوم ثيوسلفيت بوجود ال H2SO4 بوجود السلفريك أسيد بيعطيني صوديوم سلفيت Na2SO4. لكن اللي بننبه عليه عندي هنا التفاعل تبعنا لما بصير تفاعل ما بين صوديوم ثيوسلفيت بوجود السلفريك أسيد, التفاعل تبعنا صوديوم صلفيت زائد مي زائد SO2 عبارة عن شكل غاز بنميزه بريحته نوعا ما, والأهم من هذا الحكي هو وجود السلفر على شكل رسب. في عندي وجود السلفر, السلفر الميزة تبعته انه وجوده في المي او على شكل رسب بخلي السلوشن تبعنا معكر, ماشي, فبتبلش تظهر عندي العكورة اللي هي بصفي السولوشن تبعي تربد, او بنسميها نتيجة ظهور نتيجة وجود السلفر. نتيجة وجود السلفر اللي بصفي في عندي ظهور للتربدتي اللي هي زي عكورة او هاي. بناء عليها بصفي انا عندي انا المونيتورينج او كيف رح نتابع التفاعل تبعنا. احنا اذكر الحاجة اللي حكينا قبل هالمرة انه انا حتى احدد التفاعل كيف ممكن اتابعه بدور على اي خاصية موجودة في التفاعل على اساس اتابعها. قبل هالمرة شفنا في بعض التجارب كان وجود مثلا وجود الـ I3- او اليود, فكنا نتابعه باستخدام الايودومتريك تايتريشن. اذا كان في تغير في اللون بامكاننا نتابعه من خلال سبكتروفوتوميتر. اذا كان في تغير في الفورميشن للاسيد بامكان اعمل له اسيد بيس تايتريشن. في الحاله هنا الملاحظه الاساسيه اللي عندي انه انا التفاعل هذا بيكون في عندي السلفر, والسلفر بيعمل تربيديتي في المي, فبناء عليها احنا راح نتابع التفاعل, راح نشوف الاند بوينت من اول ما تظهر عندي التربيديتي. بنفس الوقت شو اللي راح نعمله؟ راح نحط كميات ثابته من المواد ونشوف ما هي الوقت اللي بيطلع في عندي انا ظهور السلفر او ظهور التربيديتي, ماشي. هذا اللي كمان مرة هاي التفاعل تبعنا. نشوف كيف بدنا ندرس هذا التفاعل, ماشي. زي ما بنعرف احنا لو رجعنا التفاعل تبعنا, الريت تبعنا هو عبارة عن ريت كونستانت في تركيز الصوديوم ثيوسلفيت في تركيز السلفريك أسيد. A أو B بتمثل في عندي أنا هنا هي البارشل أوردر للرياكشن. الريت في هالحالة بتناسب, حكينا بتناسب طرديا, ماشي, بتناسب طرديا مع واحد على الزمن, ماشي. اذكرك احنا قلنا الاند بوينت تبعتنا, الاند بوينت هو الزمن, هو الزمن اللي راح يطلع في عندي انا التربيديتي. اول ما بظهر عندي انا تربيد بيطلع المحلول معكر, معناته بلش السلفر يتكون فانتهى التفاعل. فالزمن هي الزمن اللي احنا محتاجينه حتى يظهر التربيديتي. الريت فعليا السرعه بتكون هي عباره عن تتناسب ريت نسب طرديا مع واحد على الزمن, او بمعنى اخر اذا بدي احول انا الريت احولها لمعادله بنشيل البروبوشنال اللي عندي وبحط بدلها كونستانت, معناته ريت تساوي بي على تي. وذكرك انه بي هي عباره عن ثابت رح نخلص منه, ما رح تفرق معنا, احنا رح نتعامل مباشره انه الريت هي 1 اوفر تي مباشره. هلا رح نشوف مع بعض ليش. اذا كان الكونسنتريشن تبع السلفر اسيد كميه كبيره او مقارنة في الصوديوم ثيوسلفيت هو كبير, هذا الحكي means
انه بامكان اعتبره كونستانت. وهذا المفهوم احنا عملناه قبل هالمرة في مفهوم اللي هو البسودو اوردر. بناء عليها بصف يعني انا الريت يساوي الكي ابيرانس في مرتبط فقط في تركيز الصوديوم ثيوسلفيت للقوة A او للقوة الفا، ماشي. وهو الكي بنسميه الابيرانت كونستانت لانه احنا لغينا تأثير سلفريك اسيد من خلال استخدمنا تركيز عالي منه. فبصف يعني انا طبعا الكي ابيرانس بالنسبة لنا هي عبارة عن كي الاوريجينال كي في تركيز السلفريك اسيد مرفوع للاوردر تبع بي، ماشي. زي ما حكينا احنا في عنا هاي المعادلة الاساسية تبعتنا انه الريت يساوي كونستانت على تي ويساوي الكي ابيرانس في تركيز الصوديوم ثيوسلفيت. معناته احنا الجزء الاولاني من التجربة تبعتنا رح ندرس تأثير الكونسنتريشن على التفاعل. حتى ندرس تأثير الكونسنتريشن لازم نثبت التمبرشر. ما بنفع انا عندي هنا بدي ادرس تو فاكتورز، عندي الكونسنتريشن والتمبرشر، فلازم اثبت واحد فيهم حتى ادرس الثاني. في الجزء الاولاني رح ندرس تأثير الكونسنتريشن، فبناء عليها بتكون التمبرشر ثابت. كيف بدنا نعمل الحكي؟ قبل ما نشوف الثيوري كيف ممكن نعمل فيها، نذكر اكسبرمنت كيف راح نعمله. الموضوع هنا كثير بسيط، راح نخلي احنا في عندنا حسب الجدول الموجود عندكم في التجربة راح نعمل. انا في عندي هنا 9 تيست تيوب مختلفة، راح نجيب على 9 تيست تيوب. انا في عندي هاي هنا، الموضوع هنا كثير بسيط. هاي في عندي هاي على تيست تيوب نمبر، هاي خلينا نعملكم الجدول سريعا. هاي في عندي هنا رح ناخذ في تيست تيوب، وهي تيست تيوب نمبر. وفي عندي انا في السلوش الاولاني رح احط منه فوليوم تبع الصوديوم ثيوسلفيت، صوديوم ثيوسلفيت. وفي التيوب الثاني رح نحط فعليا نكمل في ووتر. وننتبه على شغله كثير مهمه، هاي على سبيل المثال بناخذ 1 مل من الصوديوم ثيوسلفيت بنكمل عليه 9 مل من المي. بناخذ في تيست تيوب هي رقم 1، تيست تيوب رقم 2 بناخذ 2 مل من الصوديوم ثيوسلفيت فبنكمل 8 مل. بعدين بناخذ 3 مل، وهنا بصف تيست تيوب رقم 3 بناخذ فيه 3 مل من الصوديوم ثيوسلفيت وبنكمل عليهم 7 مل، ماشي. وبناخذ تيست تيوب رقم 4 بناخذ 4 مل من الصوديوم ثيوسلفيت وبنكمل عليهم 6 مل. انتبه هنا انه التوتال فوليوم دائما هو عبارة عن 10 مل، فبناء عليها بتكون نوعا ما سهل جدا نحسب تركيز الصوديوم ثيوسلفيت في كل واحد فيهم. متى بدأ التفاعل؟ التفاعل بيبدأ لما نضيف على هذول التست تيوب، لما نضيف على التست تيوب اللي احنا اخذناهم. هنا عندي تست تيوب رقم 1 على سبيل المثال، تست تيوب رقم 1 اللي فيه عندي انا جوا 1 مل من الصوديوم ثيوسلفيت Na2S2O3 وضفنا عليه زائد 9 مل H2O. بيبدأ التفاعل لما نضيف 2 مل من ال H2SO4، بنضيف 2 مل من ال H2SO4 وبنشغل الستوب ووتش اللي عندنا وبنشوف الزمن اللازم لظهور العكورة أو التربيديتي في التفاعل. فبنسجل في عندي أنا هنا الزمن، هي أنا هنا بسجل لكل تيست تيوب فيهم هاي تايم. طبعا هذا الجدول موجود معكم في الحلقة، فبسجلها لها وبعيدهم للتجربة رقم 2 و3 و4. معناته شو صفة المعلومات اللي بنادي؟ التايم اللي عندي أنا هنا باخذ 1 over T بمثل السرعة. فهينا عندي هنا التايم، لو اخذت عندي انا هنا هي الفيلوسيتي اللي هي عباره عن 1 على تايم، هيك طلعت معي السرعه. معناته صفه في عندي انا لكل تجربه فيهم عباره عن 1 اوفر تي مرتبطه زي ما احنا شايفين. السرعه عندي انا هنا عباره عن بي كونستانت على تي، اذا رتبناها بدها تكون تساوي 1 اوفر بي في كي في الكي ابيرانس في تركيز الصوديوم ثيوسلفيت مرفوع للقوه الفا. كيف بدنا نطلع قيمة الفا؟ موضوع كثير بسيط. لو رسمنا اخذنا لوغاريتم 1 اوفر تي، اخذنا المعادلة هاي لوغاريتم 1 اوفر تي، ماشي، فهي راح تكون تساوي لوغاريتم 1 اوفر بي زائد لوغاريتم كي ابيرانس زائد اي في لوغاريتم تركيز الصوديوم ثيوسلفيت، ماشي. هذا الحكي بيعني انه انا في عندي بشكل عام لوغاريتم 1 اوفر تي هي عبارة عن كونستانت، هذا كله اعتبره كونستانت.
اي زائد اي لوغاريتم هاي. فبالتالي لو رسمنا العلاقه اللي بيناتهم، لو رسمنا طبعا اي زي ما حكينا بتمثل العلاقه اللي هنا، لو رسمنا العلاقه اللي بيناتهم بالضبط، رسمنا 1 اوفر تي اللي هي السرعه لوغاريتم 1 اوفر تايم لكل عينه طلعت معنا مع لوغاريتم الكونسنتريشن للصوديوم ثيو سلفيت، بيطلع في عندي ستريت لاين، والسلوب تبعه هو عباره عن الاوردر اللي هو الاوردر تبع الرياكشن. فهيك بنكون طلعنا قيمه الاوردر. ماشي تمام. طبعا الانترسبت لو كملنا بيكون هو عباره عن ثواني اسف، لو كان كملنا الانترسبت، فالانترسبت بيكون في عندنا هنا ايه هذا بيمثل قيمة ايه اللي حكينا ايه هو عبارة عن ماشي 1 over logarithm 1 over t على logarithm k appearance. فعندي انا هنا من السلوب بنطلع قيمة الفا، ومن الانترسبت بنطلع حكينا اللي هي لوغاريتم 1 اوفر b زائد لوغاريتم k ابيرنس. معناته بنطلع ساعتها قيمة الريت كونستانت. ماشي طلعنا قيمة الk ابيرنس او الk كونستانت. ف هيك معناته عرفنا تأثير الكونسنتريشن. التجربة رقم اثنين اللي رح نعملها رح ندرس تأثير التمبرشر. حتى ندرس تأثير التمبرشر لازم تكون الكونسنتريشن في عندي في الحالة ثابتة. ماشي كيف ممكن نعملها؟ الموضوع كثير بسيط. بناخذ أربعة تست تيوب، هاي أنا عندي هنا أو ممكن ناخذ اثنين. أذكركم لما حكينا إحنا تأثير تمبرشر، إذا أخذنا أكثر من 2 تمبرشر بنرسم كيرف، إذا أخذنا فقط 2 تمبرشر فبنتعامل فيها كمعادلة. في التست تيوب الأولاني طبعا كلهم بنحط فيهم نفس الكميات، كلهم بنحط فيهم 3 مل صوديوم ثيوسلفيت زائد 7 مل H2O. ماشي بنحط الاولاني على درجه حراره فقط فرضا 30 او 30، الثاني 35، الثالث 40، بعدين 4 45 سلسيوس. لما يوصل عندي انا الثيرمال ايكوليبريوم كيف نبدا التفاعل؟ بنضيف عليهم كلهم 2 مل H2SO4. ماشي وبنسجل التايم اللازم لظهور التيربيديتي. ماشي لكل واحد فيهم في عندي انا هنا في عندي تايم واحد، وهنا في عندي هنا تايم اثنين والى اخره. فبصفي عندي انا هنا هاي تمبرتشر، وهنا في عندي انا هنا تايم. ماشي هاي عندي فرضا 30 35 40 4 45، وهي التمبرتشر الاولاني التايم الاولاني فرضا ماشي ظهرت الاولانية على 10 منت فرضا، طبعا هي بتطلع اكثر من هي. الثانية بتوقع تطلع على اقل، تطلع مثلا على 8 7 نفترض 6 منت. باخذ في النهايه 1 اوفر تي 1 اوفر تايم هو بمثل قيمه الفيلوسيتي او الريت. ماشي تمام. فزي ما احنا شايفين عندنا هنا زي ما حكينا انها في الحاله الفيلوسيتي لو اخذنا 2 تمبرشر، التمبرشر الاولى والتمبرشر الثانيه ماشي، حسبنا طبعا للتجربه الاولى حسبنا قيمه كي، وحسبنا اللي هي عندي انا هنا بتعامل انها كي. هلا في طريقه ثانيه اسهل من اللي حكيناها، اللي هي انا ممكن اتفاهم انها الفيلوسيتي هي نفسها قيمه كي، تعامل مع كي مباشره، اني ارسم 1 اوفر تي مباشره واعتبرها ك1 اوفر كي. ماشي فالحاله في عندي ال1 اوفر تي تايم اللي هي بتمثل كي، تقريبا بتمثل كي، ومش تقريبا حقيقه بتمثل كي. فبرسم العلاقه ما بين اللوغاريتم كي مع 1 اوفر تي ماشي، وحسب علاقة ارهينيس حكينا احنا نعرف ارهينيس تساوي كي في اي اي ماينس اي اي اوفر ار تي. فهذا الحكي التاني انا عندي هنا، خلينا ناخذ نرسم لين بدل ما نرسم لوج لين. فلو رسمنا لين كي لين كي بدها تكون تساوي لين اي ماينس اي اي اوفر ار تي. فهذا الحكي بيعني لازم يكون في عندنا خط مستقيم، والسلوب هو عبارة عن ماينس اي اي اوفر ار تي.
تي. اذا اخذنا فقط تو تمبريتشر زي ما تعلمنا لما شرحنا الافكت للتمبريتشر بامكان استخدم المعادله التالي انه في 1 على في 2 او كي 1 على كي 2. لاحظ انها بي بيتم اختصارها مع بعض، ماشي، بي بيتم اختصارها مع بعض. عم زي عن هذا الاساس حكيت انه مش كثير عندنا مشكله انه نستخدم 1 اوفر تي مباشره. فبتصفن عندي هنا تي 1 على تي 2 تساوي كي ابيرنس لتجربه رقم 1 على كي ابيرنس للتجربه رقم 2، ماشي. لاحظ من عندك انت هنا بي 1 على تي 2 هذا بي على تي 2، فلما بترتب بتعكس عندنا فبتصفي في عندي المعادله هي. خليني بس انا امسح لهون عشان تبين معكم واضحه. اذا كان في عندي انا فقط معادلتين او في عندي تو تمبريتشر فممكن استخدم المعادله. اذا كنا عاملين 3 او 4 تمبريتشر لازم نرسم، لكن اذا كنا عاملين تو تمبريتشر فبتصفي مباشره كانه قاعد انا بحكي تي 2 على تي 1 بتمثل كي ابيرنس 1 على كي ابيرنس 2، اللي طبعا من خلالها بامكان يكون في عندنا هنا معادلتين بحيث نطلع انا الاكتيفيشن انرجي اللي احنا تعلمنا. طبعا هي يفضل انه نستخدم اكثر من تو تمبرشر، احنا رح نستخدم 4 في التجربه او 3 على اساس نطلع زي ما حكينا لين اي نرسمها، ماشي. اما بنستخدم هنا الرسم حتى نطلع اكتيفيشن انرجي، واذا كان في عندي انا فقط قيمتين بنستخدم هاي المعادله اللي احنا اشتقناها قبل هيك اللي هي باختصار هي كي ابرنس 1 على كي ابرنس 2 تساوي اكس بوننشال او بمعنى اخر لين كي ابرنس 1 على لين كي ابرنس 2 اللي هي تكافئ لين 2 تي 2 على تي 1 وتساوي الاكتيفيشن انرجي على ار في 1 على تي 2 ماينس تي 1. طبعا هاي المعادله اللي احنا اشتغلنا فيها قبل المرة اذا كان في عندي انا تو تمبرتشر او فقط تو داتا، ماشي. اذكرك طبعا هي هنا كانت لازم تكون كي 1 على كي 2 لكن احنا قسناها لانه تا لانه كي العلاقة انها كي تساوي 1 اوفر تايم. بناء انا عندي طلعتها باختصار التجربة باختصار معناته احنا كرسمة لها راح نحضر تركيز مختلفة زي ما شفنا ونقيس الزمن اللازم لظهور التربيديتي. 1 على الزمن بمثل قيمة كي، ماشي. ونفس الشيء اللي عملناه في حالة الكونسنتريشن. هاي هي التجربة اللي احنا راح نعملها طبعا من خلال بنطلع قيمة اكتيفيشن انرجي. شكرا، الله يعطيك العافية.